ازيكم يا مواليد برج الميزان، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج الميزان ليوم السبت 24 سبتمبر ايلول 2022. الوقت ده هو وقتك يا ميزان، هتتعرض في العمل لسيل من التحديات والخطط اللي بتعتبر جديدة من نوعها. لو اديت نفس الاهتمام بالتحديات والخطط دي هيكون اصدقاء جدد مناسبين جدا ليك. بيلجأ كل الناس اللي حواليك ليك في حياتك الخاصة. هتبتدي تظهر كتير من العلاقات الجديدة اللي بتعتبر ممتعة واللي بتدي من خلالها ردة فعل إيجابية. من الضروري انك تخلي حالة النشوة الحالية على سجيتها وتحاول تحتفل اليوم ده، حتى لو حبيت انك ترقص هتعود عليك كل الحركة بالفايدة، هتخلصك من كل الطاقة اللي بتعتبر مكبوتة فيه. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، احنا بنركز بشكل خاص على اننا نقوم حياتنا على قمر العذراء. اليوم هيكون طاقتنا بشكل كبير، هنجددها بشكل واضح جدا. كوكب الزهرة بيعارض نبتون في اليوم ده، هيخلينا نشعر بشوية حزن. هنتصارع مع كل التوقعات والتصورات، هتبتدي تظهر عندنا مشاكل احنا كنا ما بنميزش فيها. هيكون النهارده في عدم يقين في مجالات حياتنا اللي بيحكمها كوكب الزهرة الرومانسي والحياة الاجتماعية والترفيه والشؤون المالية بشكل بارز. هنحتاج اننا نقيم كل الحاجات اللي بالنسبة لينا غير فعالة. اثناء كل ده هنحتاج اننا نتخلى عن نموذج يعتبر غير واقعي علشان نتمكن من اننا نحقق مكاسب. احنا هنبقى اكتر ضعف عاطفيا واكتر عرضة للخداع الذاتي. حتى لو كان ده ممكن يكون من الافضل اننا نتأخر اننا ناخد قرارات مهمة في اللي بيتعلق بالمشاركات الاجتماعية والرومانسية. الامور النهاردة غير واضحة بشكل كبير. القمر بلسمي وقمر جديد في شكله، هيبقى فيه ارتفاع وانخفاض وتراجع وانعكاس اكتر من منطقي.